قبل شوي كانت الأخت نادية والأخ محمد المنصور مستضيفين واحدة من الأخوات اللي كانت تطلع بستار أكاديمي. أنا ما راح أحكي عن برنامج ستار أكاديمي ولا لي شغل فيه. هو على كل حال برنامج مشاهد ويعني ملايين من الصبيان والبنات في الوطن العربي يتابعون هالبرنامج ووايد بعد من عيالنا وبناتنا يتابعونه. ما لهم شغلة ولا صنعة إلا هذا ايش لبس اليوم وهذه ايش قالت حق فلان وفلانة ليش زعلانة على فلان صار لها 4 حلقات ما تحاكي. هذا كله أنا ما لي علاقة فيه، لكن اللي بحكي عنه شيء مؤسف ومؤلم غثني وغثكم. اللي بحكي عنه واحد من المشاركين في ستار أكاديمي، هو مقيم في الكويت، عايش في الكويت وهو أهله، الآن هو مشارك بستار أكاديمي. واستغربت لما قريت خبر، يعني والله ما أدري شلون هالصبي هذا تجرأ وقال هالكلام. والكلام اللي بقوله الحين ترى مو سر، منشور بالجرايد، منشور في الوطن. قاعد يم واحدة من هالبنات اللي معاه بالبرنامج، قاعد يتمالح عليها، قال لها ترى أنا البنات بالكويت يموتون علي، وايد من بنات الكويت رفيجاتي وعندي علاقة وياهم. خل أقول لكم بالضبط الكلام اللي قاله، أقرأ لكم من الجريدة. هذه الجريدة قدامي. اسمع عدنان، تحدث عدنان فقال أنه أقام علاقات غير شرعية مع العديد من فتيات الكويت، فهل هذا هو جزاء الدولة التي احتضنته هو وأهله؟ هذا الكلام اللي قاله عدنان قدام الملايين. أنا أسألك يا عدنان، أنت ترضى أحد يقول عن أختك هالحكي اللي أنت قلته عن بناتنا؟ ترضى واحد يقول عن أختك أن هذه أنا لي علاقة فيها وهذه رفيجتي؟ إذا كنت ما ترضى فهذه مصيبة، لأن هم أهل الكويت ما يرضون على بناتهم. قاعد التمالح ويا اللي وياك قدام الملايين، وإذا أنت ترضى أن يقولون هالكلام عن أختك فهذه مصيبة، لأن وقتها تكون أنت ماني قايل، تدرون أنتو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. شلون تجرأت وقلت مثل هالكلام؟ مو عيب؟ ما تستحي؟ هذا يزا أهل الكويت ويزا أهل هالديرة اللي ضفتك وضفت أهلك. طالع بالتلفزيون قدام الله وخلقه تقول عن بناتنا هالحكي؟ تقول إن أنا عندي وايد علاقات مع البنات في الكويت ووايد بنات رفيجاتي؟ مع الأسف. خلونا نسمع بالضبط ايش قال يمال لسان القص ان شاء الله. سمعوا. يعني هيكم أبدا مش هيك يعني. أيوة كيف أسوم هات من الآخر، لو أسمى تلزمك كصديقة وضح ده، لو أسمى تلزمك كصحبتك وضح ده. أنا شوفي عندي بالكويت عندي رفقات بنات بحب الدنيا، وكثير عندي أصحاب بنات، كثير بحب رفقاتكم، عندي رفقات بنات.
انا شوفي عندي بالكويت عندي رفقات بنات بعب الدنيا وكثير عندي اصحاب بنات كثير بحب رفقات يكون عندي رفقات بنات ما تستي على وجهك لحم شتوفك من خير هالديره وتالي وانت بالبرنامج هناك اول ما تطق طق بنات هالديره اذا انت ما عندك مانع وتجاهر بالمعصيه وتحكي عن نفسك بهالطريقه وان انت البنات يموتون عليك وعندك وايد رفيجات كيفك لكن احنا ما نرضى على بناتنا ما نرضى تحكي على بنات الكويت بهالطريقة عيب استح سمعوا مرة ثانية لأن الكلام يعور القلب سمعوا مرة ثانية إيش قال عن بنات الديرة طيب الإخوان يقولوا لي التسجيل مو جاهز شوف عدنان أنا عرفت إن أهلك موجودين هني بالديرة وأن أمك مدرسة لذلك كان احتراماً لأهلك واحتراماً لأهلك راح أوقف بالحكي عند هالحد هذا على أمل أن هم يدقون عليك ويحاشونك ويوقفونك عند حدك جاهز التقرير؟ طيب خلونا نشوف إيش قال ونرد مرة ثانية نكمل يعني هيك امس ابدا مش هيك يعني ايوه كيف اسوم هات من الاخر لو اسمه تلزمك كصديقه وضح ده لو اسمه تلزمك كصاحبتك وضح ده انا شوفي عندي بالكويت عندي رفقات بنات بعب الدنيا وكثير عندي اصحاب بنات كثير بحب رفقات يكون عندي رفقات بنات انا شوفي عندي بالكويت عندي رفقات بنات بعب الدنيا وكثير عندي اصحاب بنات كثير بحب رفقات يكون عندي رفقات بنات اللي يمكن ما تعرفونه ان من الناحيه القانونيه من حق كل بناتنا انهم يرفعون عليه قضيه لان الحكي اللي قاله يمس كل بنات الكويت أنا أقول هذا من الناحية القانونية بس أقول لبناتنا إيان وياكم ترفعون عليه قضية لا يكون واحدة تفكر مجرد تفكير إنها ترفع عليه قضية عشان ما تسوون منه بطل قومي باكر كل الجرايد تكتب إن عدنان بنات الكويت يرفعون عليه قضية خلوه يولي ولحد يعني يفكر إنه يرفع عليه قضية ليش حكى هالحكي يكفي الكلام اللي سمعه مني اليوم وأقول له أنا أنه احتراماً لأهلك واحتراماً لوالدتك المدرسة نبي نوقف بالحكي هذا عند هالحد ما راح نكمل على أمل أنهم يدقون عليك ويقولوا لك عيب هاللي قاعد تسويه وعيب هالكلام اللي قاعد تقوله على بنات الديرة اللي ضفتك أنت وأهلك لكن اسمعني يا عدنان والله إذا عدتها مرة ثانية البرنامج شقال ووايد من بناتنا وعيالنا قاعدين يتابعونه إذا عدتها مرة ثانية وحكيت على بناتنا والله لا تسمع مني الخميس الجاي حكي يخليك تتردد ألف مرة ومرة قبل لا ترد الكويت أنا مستغرب عقب الحكي اللي قلته، شلون تقدر تدش الكويت وشلون تقدر ترد الكويت؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نقدم لك ونعطيك وتالي هذا الحكي اللي تحكيه علينا؟ أنا أعتقد ما نبي نعطي هالموضوع أكثر من حقه. الموضوع الثاني اللي نبي نحكي فيه
نحكي نبدا ولا نطلع فاصل ونرد اخوي سليمان؟